تحياتي. كثير ناس منا يوم الثلاثاء والأربعاء بالليل محجوزين عنده طوال الموسم عشان يشوف دوري أبطال أوروبا، وكثير منا لما يسمعوا نشيد دوري أبطال أوروبا كل مباراة كأنهم بيسمعوه أول مرة، وبيشعروا بقشعريرة بجسمهم كأنهم في الملعب. فاليوم قصتنا عن دوري أبطال أوروبا، عن هذه البطولة اللي شوي شوي عم تتطور وعم بتسيطر على قمة كرة القدم، عن هذه البطولة كيف بلشت، كيف تطورت، وليش تميزت عن غيرها من البطولات لعند ما وصلت مكانة عظيمة بتخلي لاعبين ومدربين يقولوا الفوز بدوري أبطال أوروبا أصعب بكثير من الفوز بكأس العالم. في الحقيقة محاولة عمل بطولة أوروبية بلشت من سنة 1900، وكان دائما في ناس بيجربوا بطولات قريبة على بعض في أوروبا، وخصوصا ما بين سنة 1927 وسنة 1930 بتقرأ بعض الأحيان عن بطولة في شرق أوروبا، بطولة في وسط أوروبا، الدول القريبة كانت تودي نادي 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 يلعب مع بعض، لكنها بطولات كانت غير منظمة، مش تحت هيئة كبيرة، كان عبارة عن رئيس نادي بتواصل مع رئيس نادي وبيعملوا بطولة. بس في عام 1948 ولدت فكرة دوري أبطال أوروبا، لكن مش في أوروبا، في أمريكا الجنوبية، لأنه في سنة 48 أقام اتحاد أمريكا الجنوبية بطولة في تشيلي، هي عبارة عن بطولة أبطال أمريكا الجنوبية، وشارك فيها 7 فرق معظمهم أبطال الدوري في بلادهم، وهذه البطولة حققت نجاح كبير، وشارك فيها دي ستيفانو مع ريفر بليت وسجل 4 أهداف، وخلى ريفر بليت يحتل المركز الثاني خلف فاسكو دي جاما البطل، علما انه البطولة اقيمت على شكل دوري. واللي زاد من قيمة البطولة انذاك انه كثير نجوم امريكا الجنوبية كانوا موجودين في بلادهم، لانه وقتها ما كانت ثقافة الاحتراف في اوروبا موجودة اساسا، فالبطولة بلشت تحقق نجاح كبير، واللي رصد هذا النجاح رئيس تحرير صحيفة الاكيب، وهو اسم لازم يظل في ذاكرتنا لاهميته في كرة القدم، جابرييل هانو. كانت عم توصل جابرييل هانو تقارير من الصحفيين اللي موديهم يغطوا الكرة في أمريكا الجنوبية، وكلهم بيقولوا انتبه البطولة حققت نجاح كبير، القارة كلها اهتمت فيها وبأخبارها، وكان وقتها مبلش موجة في أوروبا حابين يقربوا أوروبا من بعض عشان ما يرجعوا يتحاربوا زي الحرب العالمية الثانية مرة ثانية. فهانو شاف الفكرة بتخدم فراح اقترحها على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقال لهم لو نلعب الأندية الأوروبية مع بعض حيكون شيء جميل. الفكرة استنت لسنة 1955 عشان يتم الموافقة عليها رسميا وينطلق دوري أبطال أوروبا لأول مرة. أحد اللي ساعدوا هانو بخلق الفكرة كان اسمه جاكي فيران. فيران اعترف بإحدى التصريحات أنه البطولة فعليا مستلهمة من بطولة أمريكا الجنوبية للأبطال اللي أقيمت بال 48، وهانو كرئيس تحرير صحيفة مش هو الوحيد الإعلامي اللي أعطى أفكار طورت كرة القدم كثير. لو ترجعوا من السبعينات ولورا حتلقوا كثير مواقف في كرة القدم اتطورت نتيجة مقال صحفي إعلامي على التلفزيون قبل ما نتحول للأسف لإعلام الإفيهات والأخبار اللي بتروح ترند. أول موسم للبطولة كان 55-56، تقرر مشاركة أبطال الدوريات وبعث دعوات لبعض الفرق عشان تشارك، وشارك عدة فرق مهمة، ريال مدريد من إسبانيا، أيندهوفن من هولندا، ميلان من إيطاليا، سبورتينغ لشبونة من البرتغال، وأندرلخت من بلجيكا، وستاد ريمس الفريق اللي كان قوي جدا من فرنسا، وعدة فرق أخرى. البطولة كانت عن 29 مباراة فقط، لعب فيها 16 فريق بس معدلها التهديفي كان رهيب، 4.38 هدف بالمباراة، وحضرها في المدرجات 900 ألف، وكان نظامها خروج المغلوب بيلعب مع بعض، اللي بتأهل بتطلع لعند ما نوصل المباراة النهائية في مباراة واحدة بس. وريال مدريد نجح يفوز على ستاد ريمس 4-3 في مباراة نهائية انتشرت أخبارها في أوروبا، ولما شاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 900 ألف في المدرجات وشاف مباراة مهمة للناس، قال الآن لازم أستفيد من هذه البطولة أكثر، فبلش يحاول يحترمها أكثر وأكثر. وساعد البطولة في بداياتها أنه نجوم الكرة الأوروبية تقريبا كانوا عم بيشاركوا كل سنة، كانت لفترة النجوم في مدريد، ريال مدريد كان عنده دي ستيفانو، بوشكاش وخنتو، وبعدين لما برشلونة شارك كان عنده أيضا نجوم كبار معروفين، كوبالا ولويس سواريز وساندرو كوتشيس كمان عشان ما ننسى، وكان عندنا أوزيبيو في بنفيكا، معظم نجوم أوروبا كانوا موجودين في هذه البطولة في بداياتها، فهذا لفت انتباه الناس، بدل ما نشوف دي ستيفانو بس بإسبانيا نقدر نشوفه عم بيلعب ضد أوزيبيو. ولأنه البطولة السنوية بلشوا الناس يتعودوا عليها أكثر، وقتها كان في كأس عالم كل 4 سنين
وبطولة كرة القدم الميدالية الذهبية الأولمبية كمان كل 4 سنين. بس فكرة دوري أبطال أوروبا قوتها إنها بتعيش مع الناس 9 شهور، وعشان هيك فكروا يعملوا كأس العالم كل 2، لأنه فيفا عارف إنه قوة دوري أبطال أوروبا المتنامية مش بس عشان جمال الكرة فيها وقوتها، بل عشان إنه منشوفها كل سنة فمنلتصق فيها ومنتعود عليها. تتذكروا جابرييل هانو وهو بيقترح فكرة دوري أبطال أوروبا بصفته رئيس تحرير صحيفة ليكيب، كان عم بيقترح فكرة الكرة الذهبية على فرانس فوتبول، فأطلقت فرانس فوتبول جائزة بتتعلق بأحسن لاعب أوروبي في كرة القدم، وشوي شوي صارت دوري الأبطال ترتبط بالكرة الذهبية. اللي يجيب دوري أبطال الناس تعرف إذا إنه جنسيته أوروبية عنده فرصة كبيرة يفوز بالكرة الذهبية إذا ما كان موسم كأس عالم، وبيعرفوا إنه على الأقل حيكون بالتوب 3. فصار فيها التوازن، دوري أبطال أوروبا كبطولة جماعية والكرة الذهبية بتخدم دوري أبطال أوروبا كجائزة فردية. جابرييل هانو لما اقترح الأفكار كان عمره 65 سنة، عشان هيك اللي بيأمن بأفكاره بده إياها توصل وبده يخلد اسمه زيه، ما في شيء اسمه فات القطار. أيضا خدم دوري أبطال أوروبا شيء خليني أسميه جاء بالحظ بدون تخطيط. كل فترة كان يطلع فريقي هيمن على دوري أبطال أوروبا يبدو لا يقهر، فالناس تصير تهتم فيه كمشجع عائله أو مشجع ضده. في ناس ما بتحب اللي بيجي الساحق ما حدا بوقفه، فهذا كان يخلق دائما جدل لحظة صعوده ولحظة سقوطه. بالبدايات كان ريال مدريد مسيطر، ثم كان عندنا أياكس، كرويف، وبايرن ميونخ، بيكن باور، ومع الزمن طلع عندنا فرق مرعبة. يعني لازم ما ننسى أنه بنفيكا، أوزيبيو، وغوتمان كان مسيطر أيضا في أوروبا. وبعد ذلك في التسعينات والثمانينات طلع عندنا أريغو ساكي وميلان، وبعدين برشلونة كرويف، وبرشلونة بيبو، يوفنتوس ليبي، وريال مدريد زيدان. كل فترة كان يطلع فريق مسيطر. وما ننسى الإنجليز بالسبعينات والثمانينات كانوا ماخذين دوري أبطال أوروبا كأنه كأس الرابطة بالنسبة لهم. وكان يصير شيء في دوري أبطال أوروبا خلى الناس توصفها بمركز تطوير كرة القدم حقيقة. كانت هالأندية تيجي ببطولاتها بلاعبينها المميزين ومعها فلسفات كروية. فشو اللي يصير؟ فلسفة تضرب بفلسفة فتطلع فلسفة جديدة في كرة القدم. فكانت دائما دوري أبطال أوروبا هي اللي خلت الناس يستعرفوا على أسلوب بيب أو أسلوب كرويف أو أسلوب ساكي. في الدوري المحلي ما راح نحس بالفرق، لكن لما نشوف فريق إيطالي بيجي يلعب مع بطل إسبانيا على سبيل المثال وبيسحقه منقول لا، هذه الفلسفة لازم تنتشر. وفي بداية التسعينات جاء قرار مهم جدا تسويقيا لدوري أبطال أوروبا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال هاي البطولة مش راح تروح أبعد من هيك إلا إذا عاملناها كأنها منتج ترفيهي. ووقتها كانت تطلع هاي الأفكار، الدوري الإنجليزي كانوا عم بيخططوا يعملوا بريمير ليج أيضا بنفس الفترة. الاتحاد الأوروبي وقتها خاطب إحدى الشركات اللي كانت عم تشتغل معه، إحدى الشركاء لإله، وكان اسمها تيم، وقال لهم أنا بدي كالآتي، بدي الناس تتعامل مع دوري أبطال أوروبا كأنه منتج مش بطولة. فقالوا له ولا يهمك خلي الموضوع علينا، أول شيء لازم يكون له موسيقى، وكانت فكرة التسويق بالموسيقى طالعة جديد. فقالوا له رح نعمل لك نشيد دوري أبطال أوروبا، وعزفوه بطريقة ملكية حقيقية، وكان فيه 3 لغات عشان تفهمها أوروبا كلها. وللعلم عملت قصة جمعة عن نشيد دوري أبطال أوروبا في الماضي، واستضفت فيه الملحن نفسه اللي قالنا القصة كاملة. النشيد ما كان كل شيء، كان فيه شغلتين ثانيين مهمين. شعار جديد لدوري أبطال أوروبا يوضع في دائرة منتصف الملعب قبل كل مباراة والناس تحفظه عن غير، هذا أولا. وثانيا كرة خاصة بدوري أبطال أوروبا بس اسمها ستار بول، لو تشوف أي مباراة ويشيلوا عنها الفرق وتشوف الكرة بتقول هاي دوري أبطال أوروبا. فشو عملوا؟ ربطوا البطولة في أدمغتنا صوتيا وصوريا، صورة، شعار، كرة، وصوت نشيد دوري أبطال أوروبا. مستحيل تشوف واحد من الثلاث وما يجي عبالك على طول بطولة هاي الأندية. بعد هذا البراندينج، بعد هذه العلامة التجارية اللي أعطوها لدوري أبطال أوروبا، ظلوا شعرين في شيء ناقص، وهذا الشيء الناقص سببه إنه في كل موسم ما بيشارك إلا واحد قوي من كل دولة، بطل بس بتأهل، بطل بس بيشارك. فبلشوا يطلعوا بأفكار شوي شوي بدهم يغيروها، بدنا نجيب فرق أكثر بس خلونا شوي شوي. أول شيء قالوا بدنا نحط شيء اسمه المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كان شيء جديد عليها. فكرة إدخال المجموعات كانت بعد حملة سلبية على البطولة بتقول إنه يا أخي في أندية من قبرص ومالطا عم تلعب، وريال مدريد ممكن ما يشارك، أو برشلونة ما يشارك، أو بايرن ميونخ يشارك، ودورتموند ما يشارك، يوفنتوس يشارك، ميلان ما يشارك. فأجوا ب 91-92 عملوا التجربة الأولى، وللعلم في أوروبا كثير رح تشوفوا لما يطوروا بطولات بيلعبوا لعبة صغيرة بعدين بيكبروها.
اجوا قالوا بال 91-92 احنا الدور الاول والثاني حيضل اقصائيات بشكل طبيعي، بس دور الثمانيه حيصير مجموعات، الفرق تلعب مع بعض والاول يلعبوا النهائي. وفي النسخه الاولى من هذه الفكره برشلونه توج باول لقب اوروبي في تاريخه لما هزم سامدوريا بهدف رونالد كومان في الدقيقه 112 من الشوط الاضافي الثاني. فكره ادخال المجموعات هون ما كان بس هدفها انه يخلوا الفرق الكبيره تلعب اكثر من مباراه مع بعض، لا، كان هدفها التوسع بعد ذلك في عدد الفرق والسماح لأبطال أكثر وأكثر يلعبوا فيها. وبـ 92-93 تغير اسم البطولة وأصبح الدوري أبطال أوروبا اللي بنعرفه الآن، وهو زي ما حكيت اسم مشتق من بطولة أمريكا الجنوبية اللي بالـ 48 وكان اسمها بطولة أمريكا الجنوبية للأبطال. وخلال هذه الفترة لازم نشيد برجل رحل عن عالمنا في 2019 اسمه لينارد جوهانسون. هذا سويدي وكان رئيس الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، وتحديداً ل 17 سنة من 1990 ل 2007 كان رجل شجاع مستعد يغير باللي تعودوا عليه الناس في البطولة عشان يخليها أكثر جاذبية وأكثر متعة، وترك دوري أبطال أوروبا ب 2007 بشكل لليوم تقريباً ما تغير فيه إلا أشياء بسيطة، دليل أنه طور بشكل كبير جداً. بـ 93-94 عملوا تعديل بسيط على القانون، قال لك لا مش أول المجموعة اللي بتأهل للنهائي، الأول والثاني والأول والثاني من لاعبهم مع بعض نصف نهائي وبعدين بنخليهم يلعبوا النهائي. بتلاحظوا الفكرة زيادة عدد المباريات القوية. ثم صار شيء في تلك الفترة غير كل شيء، انهار الاتحاد السوفيتي، معظم أوروبا صارت بدها تروح جهة أوروبا الغربية بتبعد عن روسيا، وبتلك الفترة صار في سهولة تنقل كبيرة وصارت اللاعبين بيقدروا يتحرروا نتيجة أكثر من قانون طلع يلعبوا مع أي فريق بأي دولة كأنهم أوروبيين بلا مشاكل، فصار في نجوم أكثر بالفرق الكبرى. وهون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال لك لا لا مش هضيع هاي الفرصة، بدي كل هالنجوم في بطولة واحدة، بدي نجوم إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا كلهم مش نجوم فريق واحد. فجاءت الفكرة بموسم 97-98 اللي غيرت دوري أبطال أوروبا إلى الأبد وخلاها تبلش تبني أسس سيطرتها على بطولات كرة القدم في العالم وبتصير الأهم من حيث الاهتمام الجماهيري عبر السنة. قالوا بدنا نأهل الأول والثاني من كل دولة، تقريبا الدول الكبرى تحديدا، وبدنا نلعب الدور الأول على شكل 6 مجموعات، وصارت مشاركة كبار البلد من الدوريات الكبرى شبه مضمونة، على الأقل عندنا 2 منهم، بالتالي زاد عدد المباريات المثيرة وزاد عدد النجوم، والمسابقة صار فيها دربيات أوروبية منتظرة. وقالوا الدوريات السبعة الكبرى أبطالها كلهم بتأهلوا مباشرة على البطولة، وبطل النسخة السابقة بتأهل، وأصحاب المركز الثاني بيلعبوا الأدوار الإقصائية وبيتأهلوا، والفرق اللي من دوريات أصغر تلعب من دوريات إقصائية أقل، فبتطلع لعند ما تحاول توصل. وشوي شوي بلش يزيد عدد الفرق المشاركة وعدد الفرق المتأهلة من الدوريات الكبرى لعند ما وصلنا للنظام اللي بنعرفه حاليا، 32 فريق وأربع فرق من الدوريات الكبرى عم بتشارك، لأنه الهدف الأساسي نجوم أكثر في البطولة، فرق قوية في البطولة. في البدايات لما زاد عدد الفرق حاولوا يفكروا بدور المجموعات مرتين، يعني بدل ما يكون في دور 16 يكون في دور مجموعات وبعدين يصير في دور 8، وجاءت نسخ جميلة منه مثل 2002-2003 كان في مجموعات نارية، برشلونة وإنتر وليفركوزن ونيوكاسل وريال مدريد ودورتموند وميلان ولوكوموتيف موسكو، وكان في مانشستر يونايتد ويوفنتوس ودوبورتيفو بعزه في نفس المجموعة، بس كان هذا الموضوع كثير مرهق وكثير متكرر، فقالوا لا خلوا الدور الأول مجموعات ونرجع لفكرة الأدوار الإقصائية. وهون تحولت هذه البطولة إلى بطولة مكلفة جدا على الأندية، صارت أصعب لأنه في المجموعات دور المجموعات الثاني بإمكانك تصحح غلطك، الآن ما في تصحيح غلط، مباراة وبتطلع، صار فيها أدرينالين أكثر توتر أكثر. ويعتبر هذا التغير اللي صار من 2003-2004 جزء أساسي من جعل دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة جدا، لأنه صارت الأدوار الحاسمة اللي بتلعبها أكثر والخصوم الكبار اللي ممكن يواجهوك أكثر أيضا. خلال هذا الزمن صار شيء كثير خدم دوري أبطال أوروبا أيضا غير القوانين، وهو اللحظات الحاسمة الكثيرة فيه اللي بتعلق بذهننا، لأنه بطولة سنوية حتلقى فيه لحظات تاريخية أكثر بكثير من كأس العالم، رح تلقى هدف راموس تبع العاشر لمدريد، رح تلقى ريمونتادا مان يونايتد على بايرن ميونخ بال 99، وريمونتادا ليفربول على ميلان ب 2005، وريمونتادا برشلونة على باريس سان جيرمان، رح تلقى لحظات كثير في البطولة انت بتتذكرها وبتحبها ونفسك تشوفها كمان مرة. هاي اللحظات العظيمة زادت من قيمة البطولة وخلت في امكانية لنحكي قصص عنها كثيرة وتنتشر بين الناس وتحببهم فيها، بس كمان هاي البطولة كانت وهي تتطور تعتبر مسؤولة عن ارتفاع تكلفة كرة القدم، لانه اللي بيشاركوا فيها كانوا ياخذوا فلوس اكثر من الاندية الثانية،
الأندية الثانية لما يجي هاي الأندية اللي تلعب بدوري أبطال أوروبا تيجي تشتري منها لاعب، بتقولهم لا أعطونا شوي من الفلوس اللي معكم اللي أخذتوها من دوري أبطال أوروبا. فبلشت ترتفع أسعار اللاعبين، والفرق اللي صارت مشهورة بأوروبا صارت لما تفاوض على حقوق البث تبيع نفسها أنه أنا فريق عالمي مش فريق محلي، فارتفعت قيمة البث في الدوريات المحلية كثير، بصفة هاي الأندية أصبحت عالمية، فزادت الفلوس، زادت الرواتب، زادت تكاليف كرة القدم. كمان كثير أندية دفعت فلوس كثير عشان تجيب بس دوري أبطال أوروبا، لأنك بتروح تلعب ضد أفضل اللاعبين، فلازم يكون معك أفضل اللاعبين، واللاعبين الممتازين حقهم غالي. وعشان هيك باقتصاد كرة القدم بيعتبروا دوري أبطال أوروبا جزء أساسي من تمويل لعبتنا وتطورها. هذه هي قصة دوري أبطال أوروبا اللي حيكون فيها بعد موسم نسخة جديدة وشكل جديد. هي بطولة بتتطور كل شوي بشكل جديد، بتعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها وبتعالجها دون تردد، بتحاول تضمن في البطولة أكبر عدد من النجوم لأنه هذا اللي بيجيب الجمهور، ومع كثرة الفرق القوية فيها بتضمن تغير الأبطال كثير، إلا حالة ريال مدريد اللي حافظ عليها 3 مرات مع زين الدين زيدان. وكانت البطولة هذه دائما هي مهد تطوير أفكار كرة القدم، مهد تطوير أسلوب اللعب، اصطدمت فلسفات واختبرت دوريات محلية قوتها الحقيقية فيها، فاضطرت تطور نفسها عشان ما يسبقها القطار الأوروبي، واكتشفنا فيها كثير لاعبين كبار مع فرق متوسطة وبعدين انتقلوا من فريق لفريق لعند ما وصلوا القمة، زي ما صار مع هالند اللي شفناه مع سالسبورغ، فراح على دورتموند ووصل مان سيتي، وحتى محمد صلاح عرفناه مع بازل ضد تشيلسي فانتقل لتشيلسي، وبعدين كمل فيورنتينا روما وثم ليفربول. وبطول ساعدت أصحاب الجنسيات الضعيفة يقولوا إحنا سوبر ستار، إحنا ليفل أول للعالم، صح منتخباتنا ما بتساعدنا بس حطونا مع لاعبين كويسين وشوفونا. فشفنا جورج ويا أشهر من كان ربما أفريقي وصل للكرة الذهبية، شفنا دروغبا إيتو صلاح ولاعبين كثير من جنسيات مختلفة أثبتوا نفسهم. ولعله آخر واحد بيجي عبالي الآن هو ليفاندوفسكي اللي كان مستحيل يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأنه بولندي بس، لأنه منتخبه ما راح يعمل شيء، لكن مع بايرن ميونخ قدر يفوز بهذه الجائزة باعتراف عالمي. فهذه هي قصة دوري أبطال أوروبا اللي راح تضل دائما مطبخ أفكار كرة القدم، واللي من دونها بتشعر أنه كرة القدم صارت جزر منفصلة متباعدة وربما يتوقف تطورها لو التغت، لأنه من دون تصادم ولقاء هذا الأفكار كل فكرة بتضل تفكر حالها هي الأفضل. نوصل هنا نهاية هذا الفيديو، كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله.